المحلية اللي استعرضناها مع حضراتكم. عندنا لسه فقرات وأخبار أخرى لكن هنكملها بعد الفاصل، خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. رجع لنا زميلنا أيمن مصطفى من أبيجان علشان يطمننا على أجواء بعثة منتخب مصر قبل ساعات من مغادرة أبيجان بعد طبعا الخروج من البطولة والعودة إلى القاهرة. أكيد كانت 24 ساعة حزينة زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم. يا أيمن مساء الفل عليك، تفضل. كل التحية ليك الزميل العزيز أحمد خيري، وكل التحية لكل مشاهدي قنوات أون تايم سبورتس وكل مكان. بالتأكيد ليلة حزينة، ليلة محبطة على الجميع هنا في كوت ديفوار. منتخبنا الوطني بعد هزيمته أمام المنتخب الكونغولي، خليني أقول لك إن جماهير الكونغو كانت يعني جن جنونها بعد نهاية اللقاء. ولما حتى بتكلم مع اللعيبة مع سباستيان دي صبر بعد اللقاء، هم أكيد فرحانين، بالنسبة لهم إنجاز مميز جدا. منتخب مصر لم يهزم من الكونغو منذ عام 1974، ودي صبري كان يعلم ذلك جيدا، لكن حالة من الفرحة لن تتخيلها وجن جنونهم لو يعني بوصف المشهد بشكل حقيقي. واللعيبة عندنا كانت طبعا محبطة إحباط شديد جدا، حالة من الحزن سادت على الجميع. البعض يعني اللي يعني انهمر دموعه، البعض الآخر اللي لم يتحدث ويعني كان كاتم الزعل والحزن جواه. لكن تريزيجيه واحد من اللعيبة اللي كانت متأثرة بشكل واضح جدا، واحد من اللعيبة برضو مصطفى محمد اللي كان في غاية الحزن، وضاعف حزن مصطفى طبعا ان هو اضاع ركلة ترجيح، على الرغم ان هو كان واحد من اهم لاعبي منتخبنا الوطني، واعتقد ان هو لم يدخر جهدا خلال احداث اللقاء. وعدد كبير من لعيبه المنتخب، مش عايز اظلم اللعيبه، يعني احنا في حل ان انا اتكلم في نواحي فنيه في الوقت الحالي، لكن انا بنقل لك يعني اللي انا كنت بشوفه من خلال تواجدي مع المنتخب. اللعيبه لم تقصر كمجهود، يعني اللعيبه حاولت وكان ليها رغبه شديده جدا. ولما بتكلم مع بعضهم بيقولوا لي احنا اسفين، احنا كنا نتمنى ان احنا نفرحكم وان احنا ما ننكدش على كل الملايين من الشعب المصري اللي كان عندها طموح وكان عندها امل ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه. النهارده طياره منتخبنا الوطني هتاتي من سان بيدرو لابيدجان، وبعدها ستتجه بقى من ابيدجان في تمام 11 مساء الى مطار القاهره في رحله اعتقد ستتخطى السبع ساعات، من 7 لـ 8 ساعات، وباذن الله تصل سالمه الى القاهره. انا موجود دلوقتي امام ملعب فيليكس فوا بواني قبل لقاء كاب فيردي وموريتانيا، وحاله من التفاؤل الشديد لجمهور المنتخبين، بالتحديد الجمهور الموريتاني العربي اللي بيطمح أن يصل إلى أدوار متقدمة طبعا بعد الإنجاز التاريخي تحت قيادة مديره الفني أمير عبده. من هنا من أبيدجان تعود الكلمة إلى الزميل العزيز أحمد خيري، تفضل.